الآن التنين اللي هو يعني آخر مثال حنذكره في التوكسيكانتس اللي عندنا، اللي هو يكثر في الشاي. طبعا تنين مي بريزنت ناتشورال ان فودز از ان تي طبعا، وفي التصنيع خاصة في البيرة على سبيل المثال برضو بيعملوا إضافات لهذا التنين. التنين طبعا كلنا فاميليار بالمشكلة تاعته اللي هي بيقلل امتصاص الحديد، فهو inhibit absorption of iron from the intestine، فلو اتخذت كميات كبيرة heavy consumption منه طبعا حيكون يوصلنا الى فقر الدم الانيميا low blood iron concentration. طبعا حيظهر بشكل اكبر عند الناس اللي هم marginal iron status، يعني الحديد يدوب عندهم، فبالتالي اي ضرب فيها بخش في انيميا على طول. والالدير اللي برضو من اكثر الناس اللي التنين بيوصلهم ل ايرون ديفيشنسي انيميا. اوكي، الان قلنا انه احنا برضو بدنا نشوف ايش الاديتيفز اللي ممكن انه تكون موجودة في طعامنا ويكون لها توكسيكانت افكت. من ضمن هذه الاديتيفز اللي هو حاجة مهمة جدا وهي المونوصوديوم جلوتاميت. طبعا المونوصوديوم جلوتاميت هذه مادة تضاف الى الطعام، تعطيه نكهة رائعة جدا، طعمه زاكي جدا، بتعمل ماسك لأي طعم أصلا غير مرغوب، بتفتح الشهية، فبالتالي هذه الفود أديتيفز فلافر إنهانسر بتحسن النكهة للطعام، بحطوها حتى على اللحوم والحاجات اللي مثلا خلينا نحكي يعني قربت تفسد هذول تعون المطاعم، فبتخلي طبعا الشهية والطعم والمذاق لذيذ جدا، وبتعمل ماسك لأي طعم غير مرغوب فيه. طبعا المطاعم الصينية من أكثر المطاعم اللي بتحط المونوصوديوم جلوتاميت بكثرة، يعني بتكون مزودة كثير في هذا الفود أديتيفز عن اللازم، وبتوصلنا للسيمتومز أوف سيندروم لإله بشكل أقوى. فنتيجة لأنه أكثر ناس بتنشر فيه التشاينيز ريزيست ريستورانت، فسموه التشاينيز ريستورانت سيندروم، او ممكن تسميه انت مونوصوديوم جلوتاميت سيندروم. طبعا هذا سببه انه فيش ability to degrade this substance، فهذه المادة كل ما زادت في الجسم كل ما ادت الى توكسيسيتي. التوكسيسيتي هذه افكت لإلها حتظهر باعراض، فسموها لانه اكتر من عرض سموها سيندروم. طبعا هذا التشاينيز ريستورانت سيندروم من قديم الازل، يعني هو اوت ديتد تيرم كوينت في الستينات، يعني هذه المتلازمه من الاعراض نتيجه اخذ المونوصوديوم جلوتاميت هي مصطلح قديم يعني من الستينات وهو متداول. It refers to a group of symptoms some people experience after eating food from المطاعم هذه الصينية. اليوم ممكن لأنه صرنا صاروا يستخدموها حتى في البيوت، يستخدموها في هذه منكهات الطعام اللي هي المونوصوديوم جلوتاميت، فقال الأفضل أن نسميها مونوصوديوم جلوتاميت سيندروم أو سيمتوم كومبلكس. وطبعا خلينا نشوف هذه الأعراض عشان نبقى عارفينها. صداع مع سويتينج مع سكين فلاشينج طبعا، وبتيجي بتلاقي حوالين التم او في الثروت بتلاقي فيه نمنمه نمبنس وبيرنينج حرقان، في نوزيا وفتيج كمان بتعمل، فبتعمل مشاكل كتيره زي ما احنا شايفين. عشان هيك حتى لو انت بدك تستخدم هذا المونوصوديوم جلوتاميت فياريت ما تكترش الاعتدال طبعا هو اللي ممكن ينقذنا من انه نخش في هذا السيندروم. لكن اذا صار وهذا المريض صار عنده اخذ هذه الاطعمة، طبعا انت بدك تنصحه باخذ البايريدوكسين اللي هو فيتامين بي 6. طبعا هيعمل استيميوليشن للترانس اميناشن اللي لازم عشان يعمل ديتوكسيفيكيشن للمونوصوديوم جلوتاميت، فبريفنت او ريفيرس السيمتومز اللي ظهرت من فلاشينج ويكنس اللي هي جاية من هذا السيندروم. وهذا كلام طيب.
الآن برضو من ضمن اللي بنضيف للطعام، بنضيف طبعا حاجات بريزيرفاتيفز ودايز، طبعا بنضيف صبغات، بنضيف مواد حافظة. طبعا هذه اليوم بتستخدم بكثرة، بتنحط في الشيبس، بتنحط في كتير من الأطعمة اللي بنستخدمها، وطبعا بتعطي الألوان وغيره وغيراته. طبعا اليوم هذه بترمز برمز الإي. طبعا زملاتكم في السنوات الماضية كان يعني أوفر حظا منكم، وعملوا أبحاث، وللأمانة عملوا أبحاث رائعة، وفصلوا إنه كل رقم موجود لإي هو بيمثل أي جروب، وإيش مجموعات البريزيرفاتيفز والدايز اللي بيمثلها هذا الرمز. أنتوا لو حبيتوا لنفسكم تطلعوا على هذا الأمر ويكون عندكم، هذا بيكون شيء جيد. الآن الكومباوندز اللي ادت دايركتلي او اندايركتلي للفود بريباريشنز هي فود بتنحط لها بريزيرفاتيفز او دايز او اي اديتيفز لاي هدف اخر. طبعا احنا ممكن في المصانع اليوم بتلاقيه بدخل عشان يغلف اي حاجه، بيعرضها للراديشن، الاشعاع. الاشعاع هذا هو افضل واقوى بريزيرفاتيفز، بيعمل حفظ 100%، بتضل طبعا محفوظه بالراديشن، الراديشن تريتمنت اوف فود ستافز، وكده ايش طلعت معقمه تماما 100%. في بيستخدموا بحطوا ايش مواد زي اللي احنا حكينا عنها. طبعا ذا مانيوفاكتشرر ماست ديمونستريت ذات انه ا بارتيكولار اديتيف از سيف فور يوزينج فود. يعني لو بدك تحط ماده از بريزرفاتيفز، طبعا كل مصنع من حقه انه يحط البريزيرفاتيفز اللي بده اياه، او اللي بيلاقيه مناسب له، او اللي هو مكتشفه، او الى اخره. لكن في نفس الوقت عليه ان يعطي شهاده تثبت بان هذا البريزيرفاتيفز اللي استخدمه هو سيف، هو سيف، وانه تكون الفود اند دراج ادمنستريشن معتمده في قائمه عندها اسمها جراس، اللي هي جنرالي ريج guarded as safe generally G regarded R as a safe as. طبعا المانيوفاكتشرر must demonstrate that in a particular additive is safe for use in food. وقلنا انه الليستة من هالexempted materials، من هذه المواد اللي بده لازم يكون مصرح بها من قبل ال FDA انها ضمن قائمة الجراس عندهم، اللي هي generally regarded as safe، واللي هي published by ال FDA. طبعا ال FDA هذه القائمة ليست مقدسة، بمعنى انه هذه السنة حاطين ال FDA مادة انها موجودة in grass، ممكن السنة الجاية تكون حذفتها واكتشفت انه هذه المادة مش safe، ممكن يكون دخلت نيو ماتيريال ضفتها انه اكتشفوا انه هذه مواد جديده وسيف وتستخدم وامنه. تمام. ان جنرال هذه المواد لازم تكون بكميات محدوده وقليله، لانه الاكثر منها قد يدخلنا في مشاكل. اذا الجراس ليست اللي اكزيست فود بريزرفاتيفز اند انكلود سبستانس ساتش از الاسكوربيك اسيد، ممكن نلاقيها موجوده ماده حافظه، ممكن نلاقي توكوفيرول اللي هو فيتامين اي، ممكن نلاقي انتي مايكروبيال، انتي اوكسيدانت، كل هذه بنلاقيها في الجراس ليست بتاعت الاف دي اي، واللي بتقول امن استخدامها. ماني سبستانس في الجراس ليست ماست بي ليميتد اور يوز in very small amounts اذا كان تبين انه any adverse effect ممكن يظهر لها. بهيك نكون خلصنا محاضرة اليوم، اسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.